وبعد في ذي القعدة اعتماره. نعم. من الجعرانة واستقراره. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر كل عمر اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذو القعدة. نعم. ابن القيم رحمه الله يقول أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يختار للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أفضل الأزمان والأوقات. ويقول أنا أستخير الله، أي ابن القيم يقول أنا أستخير الله، أيهما أفضل، عمره في رمضان أو في ذو القعدة؟ وقال من كان لديه زيادة علم فليأتني به. إذن تردد ابن القيم رحمه الله تعالى في أيهما أفضل، عمره في ذو القعدة أو في رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى يبلغني وياكم. فالإنسان إذا استطاع أن يعتمر في ذو القعدة، استطاع أن يعتمر في رمضان، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا تيسر الله سبحانه وتعالى لك أبواب الطاعة اغتنمها، لأنه قد يحول الله سبحانه وتعالى بينك وبين الطاعة وما تستطيع تغتنمها. مفهوم؟ ويقول ابن القيم هذا كثير رحمه الله، أن أبواب الطاعة إذا فتحت الإنسان وما اغتنمها أغلقت وما استطاع أن يغتنم. نعم.